في آخر جولتنا الإخبارية، وضح المتحدث الرسمي للضمان الصحي أحمد أبو عمارة أنه ابتداء من شهر يوليو 2022 سيتم اعتماد مزايا جديدة لجميع الفئات التأمينية، ومن ضمنها زراعة الكلى للمواطنين والمقيمين. وطبعا لتفاصيل أكثر حول هذا الخبر وعن أهم المزايا والخدمات الجديدة، يسعدنا أن ينضم لنا في الاستديو الأستاذ أحمد أبو عمارة المتحدث الرسمي للضمان الصحي. مساك الله بالخير أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. مساك الله بالنور السرور، أهلا وسهلا، الله يحييك. أستاذ أحمد، خلنا نتكلم عن التعديلات الأخيرة واللي طرأت على وثيقة مجلس التأمين. زي ما تفضلت طال عمرك، وثيقة الضمان الصحي المحدثة من المزمع إطلاقها في تاريخ 1/7 من العام الحالي، طبعا تضمنت مجموعة من التحديثات ولعل أبرزها التركيز على الوقاية أكثر من العلاج، وذلك انطلاقا من رؤية مجلس الضمان الصحي بأن نكون جهة رائدة عالميا بتعزيز الوقاية وجودة الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الصحي. فتبعا لذلك كان في حزمة من التحديثات على الوثيقة زي ما تطرقنا تركز على الوقاية، ومن ذلك الفحوصات الاستكشافية. فالوثيقة الجديدة تركز على الفحوصات الوقائية والاستكشافية، ومن ذلك فحص سرطان الثدي، سرطان القولون، شاشة العظام، والكلى، السكر، وزراعة كلى كذلك. طبعا تعتمد كلها على الأدلة والبراهين العلمية والطبية لتقدير ما مدى الحاجة لهذه الفحوصات وحتى لزراعة الكلى كذلك. طبعا جزء من التحديثات كانت يركز على موضوع سهولة الوصول للمستفيدين إلى خدمات وثيقة الضمان الصحي، ومن ذلك الطب الاتصالي. فعلنا الطب الاتصالي ودخل ضمن المنافع والتغطيات الموجودة في وثيقة التأمين. كذلك خدمات الطب المنزلي، فللمرضى المنومين بعض الأحيان يكون المريض منوم لدى المستشفى أو لدى المرفق الصحي ولا حاجة لبقائه في المستشفى، ومن ذلك ركزنا على ثلاث تقريبا خدمات: القسطرة البولية، العلاجات الوريدية، التبديل على الجروح. هذه كلها من الممكن يتلقى خدمة يكمل رحلة العلاج الخاصة في منزله، عوضا عن أنه يكون موجود داخل المستشفى، مما قد يجعله عرضة لمضاعفات المرض، لالتهابات وما إلى ذلك. فبانتقاله إلى منزله واستمراره في ترقيه لخدمات الرعاية الصحية بالشكل هذا، حنقدر نضمن أنه بشكل كبير حدينا من المضاعفات قد ترتب على المرض لدى المؤمن له. كذلك فيما يتعلق بموضوع اللقاحات، ركزنا على موضوع اللقاحات للكبار، لعل في الوثيقة السابقة كان التركيز على لقاحات الأطفال فقط، الآن ركزنا على لقاحات الكبار كذلك، ولها حزمة من اللقاحات وجدول محدد ممكن أنهم يستفيدوا منه الكبار في السن وليس فقط الأطفال. وممكن نعرج كذلك على موضوع الصيدليات فيما يتعلق بخدمات الأدوية والصيدليات. اليوم احنا فصلنا في الوثيقة الجديدة قيمة المنفعة الصحية المرتبطة في الأدوية عن قيمة أو حد المنفعة المرتبط في العلاج نفسه، مما قد ترتب على ذلك أنه إتاحة فرصة أكبر لمستفيد الضمان الصحي من تلقي الخدمات الدوائية حتى صيدليات خارج المرافق الصحية وتكون قريبة حتى من منزله، عوضا عن أنه يرتبط في الصيدلية الموجودة داخل المرفق الصحي. يعني ما شاء الله تغييرات كبيرة ومميزات كثير، وشفنا هذا الشيء صراحة يعني زي ما ذكرت يعني ما شاء الله الكثير من التغييرات، لكن كلمنا عن المميزات الحديثة، هل هي موجودة في كل وثائق التأمين ولكل الفئات سواء مواطنين أو حتى مقيمين أيضا؟ واضح طبعا سيان المواطنين والمقيمين في منافع وثيقة الضمان الصحي كلهم متساوين. احنا في مجلس الضمان الصحي نعتمد الحد الأدنى من منافع الواجب توفرها في كل وثيقة تأمين، فاللي تطرقت له الآن هذا الحد الأدنى من منافع.
ممكن يكون حامل الوثيقة اللي هو عدته يكون صاحب العمل يتفق مع شركات التأمين على منافع إضافية. نعم. زي ما تفضلت قد تكون يسموها بعض شركات التأمين فئة بي أو فئة أي أو فئة في أي بي أو ما إلى ذلك، تتباين المسميات لها، لكن ما نعتمد إحنا اللي هي الاسنشال بنفيت باكج اللي هي حد الأدنى من منافع أو منافع الأساسية اللي واجب توفرها في كل وثيقة التأمين، ما زاد عنها يكون بالاتفاق فيما بين حامل الوثيقة وشركة التأمين. ذكرت كمان أستاذ أحمد قطاع الصيدليات، يلي تكلمنا عنه أكثر والمنافع اللي راح يتم العمل عليها. صحيح، مجلس ضمان الصحي اليوم اعتمد دليل الأدوية معتمد على البراهين العلمية والطبية ومنشور على موقع مجلس ضمان الصحي كذلك. الدليل هذا تضمن ما يتجاوز 1500 دواء مبنية على الأسماء العلمية لهذه الأدوية وليس أسماء تجارية، الأمر اللي يعطي بشكل أو بآخر أريحية للطبيب أو مقدم خدمات الرعاية الصحية عند وصف الدواء أنه يستخدم الاسم العلمي عوضا عن الاسم التجاري المتعارف عليه، فتكون خيارات أكثر لديه والمنفعة والجودة حق الخدمات الطبية راح تقدم له تكون بشكل أكبر كذلك. كذلك زي ما تطرقنا لموضوع اللي هو التوسع أو النطاق الجغرافي لهذه الصيدليات، احنا عوضا عن أن نربط كل مريض بترقيل للأدوية داخل صيدلية المستشفى الآن يأخذها من إذا كان قريب من منزله صيدلية أخرى يقدر يأخذها لأنه ما هم مرتبط في نفس قيمة المنفعة. دليل الأدوية هذا ترك خيارات كثيرة لدى أصحاب العمل وربط الأدوية حتى في التشخيص الطبي، فمما يساعد حتى الممارس الصحي بأنه يربط هذا الدواء بالأعراض اللي قد يشخص المريض فيها. نعم، يعني ما شاء الله مزايا كثير ورائعة جدا، ويمكن أنت ذكرت أنه من شهر يوليو 2022 سيتم اعتماد هذه المزايا. السؤال هو هل هناك إجراءات المفروض يسويها أصحاب العمل أو حتى الموظفين حتى يضمن أنه هذه المزايا تطبق، أم هناك تلقائيا حتكون مطبقة في تأمينهم؟ طبعا حزمة المنافع والوثيقة اعتمدت من قبل مجلس ضمان الصحي اللي هو ممثل مجلس إدارته برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس. نعم. هو دخولها في شهر يوليو أو في 1 يوليو هذا راح يكون دخولها حيز النفاذ، شركات تم مشاركتها مع جميع شركات التأمين مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، تم طرح حتى الاستفتاء قبل ذلك من خلال منصة تيسير المنصة الوطنية للاستطلاع. وصلنا الآن للإطلاق النهائي للوثيقة، كل شركات التأمين الآن تعمل على أن تتوائم مع هذه المنافع وكذلك مقدمي خدمات الرعاية الصحية، فبمجرد دخول حيز النفاذ في 1 يوليو خلاص راح تكون هي هذه الوثيقة تحل محل الوثيقة القائمة حاليا والموجودة حاليا بمجرد تجديد الوثائق، فأي وثيقة راح تنتهي بعد هذا التاريخ تجديدها يفترض أنه يشمل المنافع هذه اللي احنا أشرنا إليها. نعم، ممتاز، واضح جدا. أستاذ أحمد أبو عمارة المتحدث الرسمي للضمان الصحي، شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. مشاهدينا كذا انتهت جولتنا الإخبارية، انتظرونا بعد الفاصل والمزيد من الفقرات.